السلام عليكم، محمد من قناة إيفوي. شهر ديسمبر كما جرت العادة هو شهر خفيف بعدد بسيط جدا من الألعاب، وفي هذا الفيديو بنعطيكم أفضل ألعابه. نبدأ أولا مع لعبة Just Cause 4. سلسلة Just Cause هي لعبة عالم مفتوح اشتهرت بالأكشن والأشياء المجنونة اللي تقدر تسويها فيها. يعني مثلا عندك الجرابلينج هوك أو الخطاف اللي تقدر تستخدمه في أشياء غريبة جدا مثل ربط سيارتين في بعض. يعني شوف هذا كمثال، ربط واحد في أسطوانة غاز وطيارة، ما أدري أشياء غريبة. اللي شد انتباهي هو عالم هذا الجزء. العالم بيكون مقسم إلى 4 تضاريس وأجواء مختلفة، وشكل العالم جميل جدا بالذات مع قدرات الطيران سواء بالباراشوت أو السقوط الحر. في أيضا تركيز على تغيرات الطقس المفاجئة مثل الأعاصير والعواصف. لا تأخذها على أنها جي تي إيه أو ردد ريدمشن، لأن جست كوز لها جوها الخاص، فأعطها فرصة. اللعبة قادمة في 4 ديسمبر. اللعبة الثانية في القائمة هي لعبة سوبر سماش بروز ألتيميت. واللي ما يعرف سلسلة سماش هي من مؤسسين ألعاب قتال المنصات. فكرة هذا النوع من الألعاب هو أن يجمع ما بين لاعبين إلى 8 لاعبين في خريطة واحدة. التصوير يكون من بعيد ولازم تنتصر على العدو، يعني كأي لعبة قتال ثانية. المميز بسماش عن ألعاب أخرى هو حس الفكاهة وتواجد شخصيات نينتندو كلها مثل ماريو وزيلدا وآيك ولينك، وصولا بشخصيات من داك هانت. يعني لك أن تتخيل كمية ضخامة الروستر الموجود في اللعبة. أيضا في شخصيات من ألعاب ثانية مثل سنيك وسونيك وحتى ريو. كل شخصيات سوبر سماش اللي نزلت في تاريخ السلسلة بتكون موجودة في هذا الجزء. أضف إلى ذلك وجود شخصيات جديدة مثل كين من ستريت فايتر وكروم من فاير إمبلوم وشخصيات مختلفة وشخصيات ثانية من ألعاب أخرى. على كل حال اللعبة قادمة في 7 ديسمبر، شهر خفيف، وأعتقد أن جيوبنا محتاجة بريك على كل حال. بس عموما لا تنسى تشيك على الفيديوهات الموجودة على اليسار، ويعطيكم العافية، نراكم على خير في فيديو ثاني. في أمان الله.